تحية مسائية عامرة بالمحبة لكم مشاهدينا الأحبة. نتواصل في متابعة أيضا أبرز الأنشطة والبرامج على الساحة الوطنية لعمان. اليوم على وجه التحديد حصلت جمعية البيئة العمانية مؤخرا على منحة من صندوق ديزني للصون، وذلك لتمويل أبحاث ميدانية متعلقة بحماية النسور في السلطنة. تفاصيل مختلفة إن شاء الله نتعرف عليها من خلال ضيفتنا الكريمة. نرحب باسمكم مشاهدينا بمديرة المجلس التنفيذي بجمعية البيئة العمانية رميثاء بنت عمر البوسعيدية. مساء الخير رميثاء، ونبارك لكم أيضا هذه المنحة. مساء النور والله يبارك فيكم، وتشريف أن نحن معاكم اليوم نشارككم هذه الفرحة لتعم السلطنة. واجبنا. بداية نريد نتحدث عن حصولكم على هذا التمويل، ماذا يعني؟ أوكي. أولا منذ تأسيس جمعية البيئة العمانية في عام 2004، طبعا الحين مرينا 17 عام والرؤية لم تتغير. الرؤية هي واضحة، الحماية وصون الإرث الطبيعي العماني. ومن هالمنطلق يعني ارتئينا التنفيذ والبحث في مشاريع بحث ميدانية تعمل في المساهمة في هذا الجانب. ومن وبسبب هالرؤية يعني اتضحت عندنا ان احنا لازم نركز على الطيور الجارحة العمانية، بحيث ان الاعداد حاليا في تناقص مستمر، مش فقط في عمان بس في كل العالم، والاعداد صارت مقلقة جدا يوم نقارن الاعداد في العقود الماضية مع الاعداد الحالية. فعلى هالاساس يعني حبينا نركز على هذا الجانب، وكنا سعداء جدا ان يعني حصلنا الدعم من صندوق ديزني للصون الطبيعة. طبعا هذا الصندوق تأسست من 95، والهدف هي دعم الجمعيات الخيرية اللي تستهدف صون الحياة الفطرية، وأيضا إشراك المجتمع في أنحاء العالم في جهود صون الطبيعة بشكل عام. فإحنا جدا سعداء أن نلنا هالشرف وكان عندنا هذا الدعم. جميل. نتحدث عن هذا الصندوق، نعرف المشاهد الكريم بهذا الصندوق، وأيضا نتحدث عن هذا المشروع بالذات. طبعا الصندوق، صندوق ديزني مثلا، تركز على المشاريع المتعلقة بالبحث الميداني، ولا تركز فقط على الحياة البرية، تركز على الجهتين الحياة البرية والبحرية. وطبعا الجمعية مثل ما أسلفت يعني الرؤية هي حماية وصون الإرث الطبيعي العماني، ومن هالمنطلق يعني ركزنا على الطيور الجارحة بسبب التناقص المستمر. نعم. بس في نفس الوقت حبينا أن ننشر الوعي أكثر، لأن المجتمع لها نظرة سلبية للأسف مع الطيور الجارحة في في السلطنة. نعم، رغم أنه هذه الطيور تساهم في الحماية على البيئة. صحيح. بالضبط. نتحدث عن هذا الدور الإيجابي بالنسبة للطيور الجارحة والنسور على وجه التحديد. هو بشكل عام يعني بطلع شوية من الطيور، الحيوانات بشكل عام، المملكة الحيوانية بكلها تساهم وتعطي قيمة بيئية إيجابية. نعم. ولكن للأسف البشر ما متمعنين بالقيمة اللي تركز عليها واللي تساهم فيها في البيئة اللي نحن نعيش فيها. والسبب يعني أكثر الأشخاص يسألوني ليش السبب، وأنا أرجع أعيد وأقول الإجابة أن نحن يعني متعودين يكون عندنا هذا الخدمات مجانية، ما ندفع مقابل شيء مادي مقابل هذه الخدمات. فعلى هالأساس يعني الأشخاص كثيرين ما يتعمقوا كثير في القيمة البيئية لأن الحيوانات بشكل عام تساهم فيها. من ناحية النسور بشكل خاص والطيور الجارحة في السلطنة لها يعني إيجابيات كثيرة، منها الحد من زيادة الحشرات المختلفة، عندك التخلص من النفايات الطبيعية. وعلى هالأساس يعني النظرة السلبية يجوز في المجتمع يعني يربط النسور وهالطيور مع مرادم النفايات وهالأماكن الغير نظيفة، بحيث أن هم أصلا يعملون لنا خدمة بحيث تنظف هذا وتحد من هالنفايات، وأيضا تعيق من انتشار الأمراض والأوبئة. وفي يعني دراسات كثيرة في مناطق مختلفة مثل قارة أفريقيا، بحيث أنها عملت دراسة تقارن يعني وجود هذا النوع من الطيور وعدمها،
ومدى انتشار الأوبئة والأمراض. واتضح أنه صحيح يعني لها دور كبير وفعال جدا في الحد من انتشار هذا النوع من الأمراض. نعم. يعني على ضوء أيضا هذا التمويل الذي منحتموه من قبل صندوق كما ذكرنا ديزني للصون، ستكون هناك مجموعة من الأبحاث الميدانية. صحيح. أين ستجرى هذه الأبحاث رميثاء؟ طبعا المشروع مدتها سنتين ومقسمينها على مراحل، المرحلة الأولى للسنة الأولى والمرحلة الثانية للسنة الثانية. المرحلة الأولى راح نركز على يعني معرفة طرق التكاثر عندها ومراقبتها من هالناحية، وأيضا نعمل حصر لأعدادها، يعني عملية حصر التعشيش والتكاثر بطريقة يعني متعارف عليها عالميا. وبعدها المرحلة الثانية راح نتبع هذه الطيور بالأقمار الصناعية بحيث نعرف سلوكياتها. الطيور اللي في السلطنة عندها حوادث صعق بالكهرباء تصير، واللي نحن فاهمينه الحين مع البحث الميداني راح نفهم أكثر، والبيانات اللي بتطلع منها إن لأنها هي أكثر شيء يتحلق في الأماكن اللي فيها البنية الأساسية لقطاع الكهرباء. فعلى هالأساس يعني بنركز على هالجانب، نجيب البيانات كلها، نتفهم مع الجهات المعنية بحيث أن نعطيهم البيانات المناسبة للحفاظ على هذا النوع من الطيور والبقاء عليها. جميل. أيضا جمعية البيئة العمانية تقوم بأدوار توعوية كبيرة في هذا الجانب. صحيح. نريد أن نلقي عليها الضوء كتعريف وتقريب للمشاهد الكريم. صحيح. بالنسبة للجانب التوعوي طبعا جزء كبير لا يتجزأ من المشروع. على مدى السنتين راح نشتغل على حملات توعوية، حملات تعليمية وتثقيفية للمناطق المستهدفة. طبعا المناطق هي محافظة مسقط، الشرقية، الباطنة والداخلية، وأيضا جزيرة مصيرة. فراح نركز على هذا الجوانب لأن من أهداف الجمعية بشكل عام الارتقاء بالوعي المجتمعي فيما يخص المجالات المتعلقة بالبيئة، وأيضا النهوض بالمواطن العماني بحيث أنه يقوم بالدور الفعال في المساهمة على الحفاظ على البيئة بشكل عام. نعم. المشروع يمتد حتى سنتين. أيوة. حسب المخطط له، ما هو المؤمل أن تخرجوا به بعد سنتين من العمل الجاد؟ طبعا المؤمل أن نطلع ببيانات تفيد السلطنة من ناحية الحفاظ وصون هذا النوع من الطيور، وأيضا تفيد المجتمع الإقليمي والعالمي لأن هالطيور موجودة كل العالم تقريبا، ما أنها منحصرة فقط في السلطنة. راح تأخذ نوعين من النسور. بالضبط. مركزين على نوعين من النسور المتواجدة طوال العام في السلطنة، هي الطيور الرخمة والنسور الآذنة. طبعا من الأسامي يعني لأنها عندها كذا شيء في الأذن يعني اللي يخليها كذا بارز. جميل. فالاسم طالع من النسور الآذنة. فمركزين على هالنوعين من الطيور، والبيانات والمعلومات اللي نحصلها الهدف أن نشرك المجتمع أو ننشر أكثر عن المعلومات اللي نحن نحصل عليها عن كيفية المحافظة عليها. نعم. وسلوكياتها أيضا، ومن ناحية أن نجتمع مع الجهات المعنية ونعطيهم كل البيانات بحيث تساهم وتساعد في التخطيط بشكل عام، يعني في تخطيط السلطنة وفي رؤية 2040. جميل. طيب نتحدث أيضا كختام عن فريق العمل، من سيعمل معكم في هذا المشروع؟ طبعا الفريق أغلبيتها من الجمعية، جمعية البيئة العمانية. الفريق عماني بشكل كبير. طبعا عندنا بنستعين مع الجهات المعنية من هيئة البيئة ووزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه، وأيضا خبراء النسور يعني اللي موجودين في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة. فيعني بس الفريق الأساسي من الجمعية ومننا وفينا. جميل. وهذا التكامل مطلوب أيضا. أكيد. نعم. أكيد. في تحقيق الأهداف المنشودة مثل هذه المشاريع. شاكرين لك وجودك اليوم في أمسية الليلة برنامجكم من عمان، رميثاء بنت عمر البوسعيدية مديرة المجلس التنفيذي بجمعية البيئة العمانية. شكرا جزيلا. شكرا. نتواصل معكم مشاهدينا الأحبة في الوقفة التالية، نتعرف على البحث العلمي في السلطنة من خلال هذا التقرير. متابعة طيبة لكم.